والف مبروك على صاحب النصيب. اه والله ولا لا 100%. يعني از ايزي از ذات 100%. بربا بنتك صح. يلا عشان ما حدا احسن من حدا. يلا يلا. عندي هون دجاج الطاحوني صدر قطعته الى شرائح وبعدين بالمقلاه شويته شوي حتى اخذ لون ودخلته على الفرن حتى كمل سوا وشلته على جنب. بديش اضيع وقتكم بشغله بسيطه زي هاي. اوكي تمام. عندي البصل هون الذبل بنزل بالثوم مباشره تحريكه هون على جنب. حبايبنا في عندي من عصير البرتقال وعندي من عصير الليمون وعندي كمان من الصويا صوص وبعديها رايح أضيف الفلفل الأسود على البصل وأنزل بالخلطة هاي فوق البصل مباشرة. الله. طبعاً بدي شوي بس يغلي بدي أضيف عليه رجع الدجاجات اللي أنا صدمتهم بمقلاة غير لاصقة وبعديها حبايبنا طبعاً هاي الدجاج مقطع على شكل ستيك شرائح صغيرة يعني كل صدر قطعه قطعتين. طيب الآن لازم أرجع صدر الدجاج تمام الصوص حتى يكمل ويتشرب طبعاً. من هالنكهة طبعاً. طبعا زي ما حكينا اليوم قدمين جنبه أرز يا حبايبنا من أرز قطاف الكريمي هون واحد طبعا هون احنا بالجرافيتي. منين عم نشتري احنا؟ من الفرايدي ماركت يس اوتلت هو اها اوتلت تمام. الله 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 شكرا جزيلا على الكلام والاطراء الجميل يا عبد الله. نعم ابو هون عن جد بالله اسمع انا الاكلات هاي مع الرز يا ابو عون اه بتحبها اللي بحبها وزيت حاط زيت سمسم انت اليوم كمان لا لا زيت ما في زيت سمسم اليوم لا لا اذا ايش بلا زيت سمسم شو بلا زيت سمسم طبق سريع هيك ابو طه وبعديها بدي هسه طعميك كمان اكلي ما المشكله انت مش رح تاكل انك رح تروح صحيح. رح تروح نعم تروح تاكل بالبيت تفطر في البيت ستيك دجاج بصلصه الصويا 4 صدور الدجاج اكيد من الطاحونه نصف كوب صويا صوص قليل الملح كوب من الماء وربع كوب من عصير البرتقال وعصير الليمون وشوي من الثوم المفروم بدنا بصل وزيت نباتي فلفل اسود وطبعا راح اقدمه اليوم مع رز من قطاف كامل الاوصاف الرز طبعا احنا عاملينه فرايد رايس